بدنا نصبح حلا على ربيع الموجود بالميدان هو واكيد اياد صوفان وماجد جاد الله، وبدنا نشكركم على هاللقطات الحلوه اللي عم بتزودونا فيها. صباح الخير ربيع. صباح الخير نسرين، تحية لك ولجميع المشاهدين. يعني تأكيدا على كلام محمد الشاكر المبدع في مجال الأرصاد الجوية، نحن الآن في منطقة إسكان المهندسين في أصويلح، نرى آثار الجليد موجودة على السيارات، موجودة على أسطح المنازل، الكثير من السير ما زال مستمرا، الأمور ما زالت تجري يعني بشكل طيب. نتمنى أن لا يكون هناك ضرر بالنسبة للمزروعات، الأمور ما زالت يعني لا حوادث في منطقة سويلح ولا في منطقة تلال علي. كما ترون يعني إياد يستعرض في الكاميرا، هناك تجمد على زجاج بعض السيارات. إليك نسرين بالاستوديو. الأجواء فعلا واضحة إيش كان الطقس مبارح، وانتوا بالطريق ربيع كيف يعني شفتوا لنا الاوضاع مستتبه، ولا مثلا لا سمح الله في سيارات في تتابع، مثلا حوادث تتابع قريب الى اخره؟ يعني نسرين كان هناك حذر من السائقين، لمسنا في منطقة سويلح وتلاع العلي كان السير ببطء، كانت الأمور ما يعني سالكة، وكان هناك حذر كما ذكرت. فقط مظاهر الصقيع كانت على الجدران، عند تشغيل السيارات كان السائق ينتظر لفترة معينة، يعني كان هناك تعطل لبعض السيارات ولكن كانت الأمور سالكة. يعني وأنا جاي لاحظت أيضا الملح والأتربة على الأرض، جهود أمانة عمان مشكورة ووزارة الأشغال، يعني أنتوا كمان انتبهت على هذا الشيء ربيع؟ طبعا مشكورين، يعني لاحظنا وجود كوادر الأمانة، ولكن كانت يعني الموجة يعني بالنسبة للطرقات لم يحدث انزلاقات بحمد الله، هذا ما لمسناه نحن في أثناء جولتنا. السير كما ذكرت سابقا كان يمشي بحذر، يبدو أن المواطن الأردني يعني أخذ الاحتياطات من موجات الصقيعة السابقة، بدأ يعني يرتب أموره ويعرف كيف يتعامل مع هذه الموجة. نعم صحيح، يعني الحقيقة إنه الصور صباحية لطيفة، عم نشوف الأجواء في سويلح وأكيد بتمثل منطقة يعني من مناطق خلينا نقول عمان، وبدنا نشكركم على هاي الصور، وأكيد رح يضل تواصلنا معك مستمر لنهاية برنامجنا ربيع. مش سامعني يبدو ربيع، على أي حال نحن سعيدين بالصور، شكرا لك. وهلا بدنا ننتقل مباشرة لنطمن كما ذكرت قبل قليل من مدير عام اتحاد المزارعين مهندس محمود العران على يعني تأثيرات موجة الصقيع التي ضربت منطقة الأغوار الشمالية. مهندس محمود صباح الخير. صباح النور يا ستي. الصحة إن شاء الله تمام. يعني شوية ترشح نتيجة التقلبات الجوية. يا سيدي ألف سلام عليك. يسلم عمرك. مهندس، يعني دائما بنقول بتكونش في تحذيرات كتير يعني مكثفة أو شديدة للمزارعين، لأنه موجة الصقيع ما بتوصل للأغوار، ولكن موجة الصقيع الحالية ضربت الأغوار الشمالية، خلينا نحكي شوية عن مدى تأثيرها على المزارعين والزراعة بشكل عام. أثر الصقيع خلينا هيك كذا معلومة نمرقها لأخواننا المزارعين ولأخواننا المشاهدين. تفضل. إحنا حقيقة لازمنا بفصل الشتاء، يعني لا يعني انتهاء أربعينية الشتاء إنه انتهى فصل الشتاء، لا، في إحنا ما يسمى بخمسينية الشتاء، وفصل الشتاء عادة ينتهي مع خليني أقول مرور خمس أيام من شهر نيسان. هذا جانب. الجانب الآخر معروف عن شهر آذار، بيعرفوه الآباء والأجداد بأنه آذار أو الثلوج والأمطار. نعم. فبالتالي يعني خلينا نأخذ الآن تأثير موجة الصقيع وموجة وآثار الأمطار الكير اللي نزل. يعني بتلاحظ في بعض الأحيان المقولات والعبر بتكونش من فراغ، يعني أكيد إلها قصصها. نعم. طبعا بكل تأكيد.
فنجي الآن نأخذ الآثار الإيجابية للأمطار وحتى الآثار الإيجابية للسقيع خاصة في المناطق المرتفعة. لاحظي الآثار الإيجابية للسقيع في المرتفعات أو في المناطق المرتفعة. الأمطار اللي إجتنا هي أمطار خير، إجت جميع حاجة إلى هيك كميات رطوبة، كون أن العصارة بدأت تسري في خاصة في موضوع الأشجار. ايضا هناك تفتح في البائم، وكمان ايضا هي بحاجه الى رطوبه. اذا الاثر هو ايجابي. فيما يخص موضوع السقيع في المناطق المرتفعه، بنلاحظ انه احنا لا زالت الاشجار في المناطق المرتفعه، بركز على كلمه المناطق المرتفعه، لا زالت الاشجار هي ايضا في دور يعني في بدايه تفتح البائم. الأشجار بشكل عام هي بحاجة إلى ساعات برودة، يعني موجة السقيع اللي إجت خاصة بعد موجة دفع شهدناها ما يقارب 4-5 أيام، كان هناك ارتفاع على درجات الحرارة. نعم. ودرجات الحرارة كانت أعلى من معدلها بما يقارب من 7-9 درجات في بعض المناطق، فبالتالي النباتات بحاجة إلى درجات برودة حتى تتم دورة الحياة تبعها. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يخص الارتفاع اللي شهدناه قبل أسبوع على درجات الحرارة، له أثر سلبي على قطاع الأشجار. هناك بعض اليرقات والحشرات قد تبدأ نشاطها نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة. السقيع اللي إجا هذا أثره إيجابي الآن جدا على هذه الأشجار، يقوم بقتل هذه اليرقات والحشرات في بداية طورها أو بداية تطوير التكوين تبعها، فبالتالي هذا هو أثر إيجابي إحنا بنحصل عليه. يعني كسبنا شغلتين، أثر بيئي وأثر اقتصادي. أثر اقتصادي إنه خففنا، يعني كان متوقع بأنه المزارعين يبدأوا بعمليات استخدام المبيدات الكيماوية لرش الأشجار للقضاء على هذه الحشرات. الجانب البيئي الأثر السلبي اللي تترتب عن استخدام هذه المبيدات، فيعني كان هناك شيء من الله سبحانه وتعالى أنقذ المزارعين وأنقذ البيئة. نعم. الجانب الآخر الآن فيما يخص المحاصيل الشتوية بشكل عام، من اسمها نعرف أن هذه محاصيل الشتوية إذا هي متأقلمة مع التدني الحاد في درجات الحرارة. ما كنا نخشى حقيقة الآن فيما يخص موضوع السقيع في المناطق الأقل ارتفاعا أو المناطق الغورية أو المناطق الشفا غورية، نبدأها في موضوع أشجار الحمضيات. أثرها راح يكون سلبي لأنه أشجار الحمضيات بدها درجات حرارة طبعاً. حتى يكون في مراحل النضوج تبعها. نعم. فبالتالي هناك أثر سلبي بداية على الحمضيات خاصة في المناطق اللي قلنا عنها أقل ارتفاعا أو المناطق الشفافية أو المناطق الغورية. فيما يخص موضوع الزراعات الصيفية اللي هي موجودة في منطقة الأغوار، طبعا أكيد السقيع راح يكون له أثر سلبي عليها بالقضاء على دورة الحياة، فبالتالي أثره سلبي على المناطق الغورية، طبعا راح يكون أثره اقتصادي أكثر من أي تأثير آخر نتيجة الخسارات اللي تترتب على المزارعين، وبالتالي قد يلمس المستهلك شيء من هذه الآثار، لأن الكميات اللي بتصفي معروضة من الأسواق هي أقل من الكميات المعروضة، وبالتالي يكون هناك ارتفاع بالأسعار. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأن تكون هذه الأضرار خفيفة. إذا ما علمنا بأن منطقة وادي الأردن هي من المناطق اللي لها علاقة بالزراعات المحمية، فبالتالي سيكون إن شاء الله رب العالمين الأثار قليلة، ولغاية هذه اللحظة حقيقة ما وصلنا أي شيء فيما يخص الأثار السلبية اللي ترتبت على أخواننا في الأغوار الشمالية. يعني بنتمنى ما يكون الضرر كبير، ويعني الناس ياخذوا المزارعين بالتحذيرات اللي دائما بتقوموا فيها والحملات التوعوية اللي بتقوموا فيها أيضا قبل ما موجة السقيع فعليا تضرب. على أي حال رسالة أخيرة بكتير موجزة مهندس محمود للمزارعين. أختي الكريمة، يعني إحنا مزارعنا الأردني هو مزارع مثقف وواعي للعملية الزراعية بجميع الإمكانيات المتوفرة، سواء كانت من الميكانيكية أو البيولوجية في مقاومة السقيع. نعم. يعني بحب أطمن إخواننا المهتمين في المجال البيئي بأنه مزارعنا لا يقوم بحرق الكوشوكة، لأهم نقطة، لأنه لها علاقة بالاحتباس الحراري ولها علاقة بالآثار البيئية، وهو يستخدم إما عمليات الري وإما يستخدم العوامل الميكانيكية من حيث تسخين الهواء المحيط في مزرعته. مزارعينا يعني بنوجه لهم رسالة إنه من المتوقع عليه السقيع اليوم متوقع بأن يكون أشد وقسوة حسب ما بنسمع بنسبة الأخبار. صحيح. فبنقولهم إنه
دائما هم بنعتبرهم جيش الثاني الساهر على امن الغذائي، بنقول يكملوا المسيره. ايضا فيما يخص موضوع اخواننا مربي الثروه الحيوانيه سواء الدواجن اللاحمي او البياضه، نعم، ومربي الاغنام ننتبه جيدا الى صغار المواليد الاغنام. ايضا الدواجن نهتم في مراقبه درجات الحراره داخل فركسات الدواجن. كل الشكر لك مهندس محمود العوران مدير عام اتحاد المزارعين على هذه المعلومات القيمة، كل الشكر لك. رح نطمن هلأ على الأجواء المرورية في عمان وبقية المناطق، ومعنا من غرفة عمليات السير النقيب ياسر القيسي، وسوف أيضا نشاهد بعض الصور من فريق النقل الخارجي على شاشتنا. نقيب ياسر صباح الخير. صباح الخير ست مسرين، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك الحمد لله، وصباح الخير لجميع أخواننا مشاهدي قناة رؤيا. تسلم، صباح النور. يعني كلنا بنعرف عن موجة الصقيع ومدى تأثيرها على عدة أمور منها الزراعة، هلا بدنا ننتقل على الأجواء المرورية، شو مدى تأثير الصقيع اليوم على السيارات والسائقين؟ يعني أيضا بتمنى معكم يكون تأثيرها على الزراعة يكون محدود وقليل إن شاء الله. بالفترة الصباحية كان في بعض المواقع من اختصاص العاصمة عمان تشهد بعض الانجماد والصقيع، نعم. يعني خلينا نركز على منطقة نزول دوار الملكة عليا، مستشفى الملكة عليا باتجاه شارع الأردن، أيضا صعودا نزول صافوط عين الباشا من جهة دوار صويلح، أيضا على الجهة اللي باتجاه الأعلى. خلينا نحكي أيضا نزول المصدار وطلوع المصدار، لكن أعتقد يعني بهذا الوقت وحسب ما بلغوني مجموعاتنا، يعني حطينا مجموعات في كل هاي المواقع لإعطاء تأشيرة أو إشارات تهجيرية للسائقين إنه يأخذوا حذرهم في مثل هاي المواقع. لكن الآن يعني أغلب هاي المواقع يعني الشمس ما الحمد لله طالعة الآن في عمان، فأغلب المواقع هاي صار الوضع فيها طبيعي، لكن في بعض المياه نتيجة ذوبان هذا الجليد حركة مرورية خفيفة جدا، يعني خلينا نحكي تقريبا متوسطة في معظم المواقع إذا ما كان في جميعها، يعني ممكن شارع الاستقلال صعودا بعض الحركة أقل من المعتادين عليها في باقي الأيام، ما بين الدوارين ما بين دوار الداخلية دوار المدينة منطقة دوار صويلح بعض الحركة، منطقة المدينة الطبية الأيمن تشهد بعض الحركة، منطقة الدوار الثامن والدوار السابع أيضا حركة خفيفة. بشكل عام لا يوجد أي عوائق. الملحوظة الوحيدة اللي ممكن أني أحكيها لأخواننا المشاهدين تتعلق في هذا الموضوع أكيد بخص عدد كبير من المواطنين، اللي هو سفيس العبدلي في منطقة سوق الذهب وسط البلد. إذا بتذكروا كان المدخل تبع السرفيس نزول من جهة شارع السلط من عند وزارة المالية نزولا كانوا يدخلوا يسارا باتجاه مدخلهم، نعم، من فترة صار المدخل عكسي عن طريق الإشارة الأخرى اللي هي إشارة السلام. الآن عدنا للوضع القديم، يعني بالاتفاق مع هندسة المرور في أمانة عمان ومع إدارة السير عدنا لنفس المدخل القديم ولنفس الاتجاه القديم اللي هو نزولا من شارع السلط بيدخل يسارا باتجاه منطقة سوق الذهب. بدأنا من صباح هذا اليوم، يمكن إخواننا السائقين ما بيعرفوا أو لسه ما وصلت لأنتم هاي المعلومة، وخصوصا أصحاب المحلات اللي موجودة في الموقع، ففي بعض الوقوف اللي على نفس موقف السرفيس. على كل حال إحنا ما راح يكون في أي مخالفات أو إجراءات على الأقل في الثلاث أربع أيام القادمة لحد ما الناس يرجعوا يتعودوا على هذا الوضع، لكن هي للتنويه وللعلم لجميع أخواننا المشاهدين. يعني بنتمنى انه الامور تضل مستتبه ومستقره. كل الشكر لك نقيب ياسر القيسي الضابط المناوب من غرفه عمليات السير في عمان، وصباح الخير لك ولكل زملائك. اذا يعني بدي اشكر كمان اياد صوفان وماجد جاد الله وايضا زميلنا ربيع سعوب اللي كانوا موجودين في الميدان ونقلوا لنا هذه الصور الجميله للاجواء الصباحيه في عمان، والحمد لله طمنا انه الاجواء بشكل عام مستقره، ويعني اثار الجليد والصقيع لم تكن يعني مضره لدرجه كبيره.